الاندرويد كل شوية الحماية بتاعته عمالة تتطور، لكن في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نقدر نتخطى حماية جوجل لجهاز جالاكسي A5 2016. اول حاجة محتاجين جهاز كمبيوتر وعليه برنامج سايت سينك، اللينك قدامكم على الشاشة او ممكن تلاقوه في الديسكريبشن. بعد ما ننزل البرنامج ونفتحه هنوصل اليو اس بي بالموبايل. هيطلب مننا نختار انهي ابليكيشن يشتغل، فهنختار كروم او انترنت عشان يفتح لنا ويب براوزر. بعد كده خلاص مش محتاجين اليو اس بي ولا البرنامج تاني، فهنشيل اليو اس بي وهنقفل السايت سينك. بعد كده في البحث في البرنامج هنكتب كويك شورت كات ميكر، وده اسم البرنامج اللي احنا هنستخدمه عشان نعدي الحماية بتاعت جوجل. هنختار اي نتيجة من النتائج اللي جوجل هيطلعها لنا، مش هتفرق معنا، المهم نعمل داونلود للابليكيشن. فهنختار مثلا اول نتيجة وهننزل لغاية ما نلاقي الداونلود. بعد ما بدأ داونلود الابليكيشن هنرجع باك تاني لصفحة اللوجين بتاعت الميل، وهنحط اليو اس بي تاني عشان نفتح البراوزر تاني، بس المرة دي هنفتح على الهوم بيج بتاعت سامسونج. من صفحة هوم بيج سامسونج هنختار سامسونج جالاكسي ابس عشان نفتح المتجر الخاص بجالاكسي ابس، وبعد كده هندوس على سيرش ونكتب ES فايل اكسبلورر. هنعمل داونلود لـ ES File Explorer. هيطلب مننا ان احنا نعمل لوجن، فهنعمل ساين ان عادي جدا بالميل بتاعنا، وبعد كده نعمل داونلود للابليكيشن. بعد ما الابليكيشن نزل هنفتحه، هنخش فولدر داونلود، هنلاقي برنامج كويك شورت كات ميكر اللي احنا كنا منزلينه. هنفعل unknown sources عشان ننزل الابليكيشن ونعمل install. بعد كده هنفتح البرنامج وهنكتب في الانبوت جوجل. اول نتيجة هتجيلنا هي جوجل account manager. هندور على جوجل account manager اللي مكتوب تحتيها type email and password. هنلاقي اكتر من نتيجة، لكن احنا هنختار اول واحدة بس. زي ما احنا شايفين في قدامنا اتنين بتايب ايميل اند باسورد، فهنختار الاولانيه، وبعد كده هندوس تراي عشان يفتح لنا الابليكيشن. هندوس على الثلاث نقط اللي في اليمين فوق وهنختار براوزر ساين ان. بعد كده هنعمل لوجن، هنكتب الميل والباس. بعد ما يعمل لوجن تمام هيرجع تاني للابليكيشن، هنعلق على زرار الباور ونعمل ريستارت للجهاز بتاعنا. بعد ما الجهاز يفتح معانا هنكمل خطوات الفيرست ستارت عادي جدا، لكن في المرة دي مش هيطلب مننا الايميل عشان يعدي بقية الخطوات. زي ما احنا شايفين جاب لنا اكاونت ادد على طول من غير ما يطلب مننا ان احنا نكتب الميل بتاع الفيريفاي. كده هنعدي بقية الخطوات عادي جدا والجهاز هيشتغل معانا زي الفل. الخطوة اللي جاية اختيارية، وهي ان احنا لو عايزين نفرمت الجهاز عشان نشيل الاكاونتات اللي احنا كتبناها كلها ويفتح من غير ما يطلب اي بيبي فايل، هندخل في السيتنجز باك اب اند ريسيت، وبعد كده فاكتوري داتا ريسيت. هنسيب الجهاز لغاية ما يتفرمط ويفتح تاني ومش هيطلب مننا اي ايميل. كان معاكم ايمن محمد من geekgates.com. ما تنسوش تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. سلام عليكم.